من باريس مراسل القاهرة الإخبارية خالد شقير ينضم إلينا الآن. أهلا بك خالد. هناك عند عبد الستار في اليونان حرائق كما كنا نتحدث الآن، الوضع في باريس مختلف، أمطار وهطول الأمطار، كيف أثرت هذه الأمطار على سير فعاليات الأولمبياد خالد؟ نعم ياسر، بعد التحية، بالتأكيد الأمطار كانت الجمعة والسبت الماضي، واليوم كانت من المفروض أن تكون هناك عمليات تدريب للفرق المشاركة في هذه السباقات، إلا أنه تم رصد حالة التلوث على مياه نهر السين، وهذا ما كانت تخشى الحكومة الفرنسية، وكانت حاولت تطمين ياسر المتسابقين من خلال ممارسة السباحة في النهر من قبل وزيرة الرياضة طارة وعمدة باريس أن يدلجوا طارة أخرى، لكن يبدو أن حتى اللحظة وهذه السحب الصافية والشمس على مدينة باريس لم تحسن الوضع هنا من خلفي في هذا النهر، نهر السين، الذي شهد احتفالات كبيرة تحدث عنها العالم كله، ولكن بالرغم من هذه الاحتفالية التي وصفت بالتاريخية هناك بعض من الانتقادات وبعض من الصعوبات اللوجستية، أيضا تم تقديم الانتقاد لها عن طريق الفريق البريطاني، ونقلت جريدة ليكيب الفرنسية بأنه هناك أزمة في توصيل بعض من المأكولات وجودة المأكولات، وأيضا أزمة السكن بالنسبة للاعبين تؤثر تأثيرا كبيرا. إذن هناك نقاط إيجابية ونقاط سلبية بدأت تظهر في الأفق، ومنها أيضا والتي رصدناها ياسر منذ قليل بكاميرا القاهرة الإخبارية، وهذه المشاكل الخاصة بالمواصلات والوصول إلى المركز وإلى الملاعب وإلى المدن الفرنسية، نظرا للكثير من المشاكل الخاصة بالتنقل، حيث بدت شوارع مدينة باريس خالية بسبب طلب السلطات المحلية من الفرنسيين بعدم استخدام سياراتهم طارة والعودة طارة أخرى إلى المواقع الإلكترونية الخاصة بشبكات المترو والنقل الداخلي، لأن فيها أيضا مشكلة. إذا نحن أمام مشكلة كبيرة أثرت بصورة أو بأخرى أيضا على التجار، وهذا ما لمسناه ورصدناه أيضا بكاميرا القاهرة الإخبارية ياسر. أما فيما يخص الخبر بموضوع القطارات، فالأمر الآن هم يقومون بإصلاح العطل، وسوف تشهد يوم الغد العودة الطبيعية إلى مجراها. من باريس مراسل القاهرة الإخبارية خالد شقير، أشكرك شكرا جزيلا.